رصاصة اخترقت القلب. للأسف مفيش أي حد من الجمهور. إزاي سيبهم يمشوا؟ يعني إيه إزاي سيبهم يخرجوا؟ طبيعي إحنا جايين أصلا كانوا هما مشيوا. بعدين واحد اتضرب بالنار لازم الناس كلها تطلع تجري طبعا. بس أنا أدهم باشا بستجوب بقية الفريق كله بره. أدهم اطلع لي بسرعة. رصاصة من بندقية قنص. واضح انه قاتل محترف. يعني القاتل الحقيقي هو اللي دفع. خلاص بقى انا كنت عاوز تطرده من الفريق ليه يا عماد؟ لا 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 دي حاجه ودي حاجه يا عزيزي. ايه ده؟ لا 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 يا نس لا بلاش تصوير. صحافه لو سمحت. بلاش تصوير. ايه الاخبار؟ لسه مفيش جديد. والدي كان عنده ايه؟ الرصاصه طلعت رصاصه قناص. بس واضح ان مروه عندها جديد. يا جيجي متأثرة شوية. اتعودت أقلق من المتأثر. مش متأثر خالص. من الواضح إن كان في مشكلة بين عماد والقتيل. دكتور بس واضح إن جيجي متأثرة قوي بموت مورا مسكينة. بس حضرتك مش متأثر خالص يا أستاذ عماد. فاهم يعني حضرتك عايزني اتاثر ازاي يعني؟ الله يعني هو انت مش كنت عايز تطرده؟ اه يا سيدي ماتوا ساب لك الدنيا كلها. سوري حضرتك مش فاهم اي حاجه خالص. طب فهمني. اسالني. انا يا حبيبي مش بدفع الفلوس دي عشان سيادتك تتصرمح بيها انت وجيجي بتاعتك دي طول الليل وتاني يوم تيجي التمرين ومش عارف تفتح حتى عينيك. بس انا لسه هداف الفرقه لحد دلوقتي. لحد دلوقتي يا دي قلتها بعظمة لسانك. بس لو فضلتوا رشيشي كده السنه الجايه هتلاقيك قاعد على الدكه تتفرج. دي حياتي الشخصية يا عماد بيه. أنت مالكش غير أدائي في الملعب. مش عاجبك افسخ العقد. وميت نادي يتمنوا ألعب معاهم. لا والله. أنت مش هامك الموضوع قوي يا مروة. طب خلي بالك بقى أنا مش سهل للدرجة دي. مش سهل إزاي يعني؟ يعني أقدر أمنعه يلعب في أي فرقة تانية يعني؟ ما تقدرش. لا أنت عارف كويس أوي إن أنا بقدر. ما يقدر على القدرة إلا ربنا يا عماد بيه. بس واضح كده ان كان في مشاكل بينك وبين المرحوم. وليكن. بس ده ما يوصلش القتل يعني. انت بيهمك. ما بلاش انت يا عزيز. بلاش تعمل فيها انه كنت حبيب مورو قوي يعني خصوصا انه خطف منك جيجي. اه. على فين؟ مروحه اي خدمه؟ انت ايه بقى حكايتك مع الواد ده؟ مورو مش واد. ده احسن لعيب عندك في الفريق ولا نسيت؟ لعيب يبقى يحط الكرة في الباسكت. مش في حاجه تخصني. تخصك؟ يا ابني دول كانوا يومين وراحوا الحلبة. انسى. انت بتشتغلين يا بت؟ انا مش بت. دي حاجة قديمة. موضوع وخد وقت وخلاص. مش معقول يعني هاتي الأحسن لعيب عندي عشان واحدة. بس واضح إن حبايبك كتير يا أنسة جيهان. مدام جيهان كنت متجوزة قبل كده. متجوزة مين؟ رجل أعمال. مين يعني؟ حاجة ما تخصكش، ملهاش أي علاقة بالقضية. معلش يا فندم أنا آسف جدا بس هو إحنا اللي بنحدد إذا كان ده يخص القضية ولا لأ، مش حضرتك. لا أنا تعبانة خلاص مش قادر أجاوب على الأسئلة تاني. اتفضلي اتفضلي. نزلكم يا جماعة. أستاذ نادر. أستاذ نادر. حضرتك قلت لي إنك صورت اللي حصل. أه صورت طبعا. فولدر. ايه ده ايه ده؟ يعني هتستغنى عنه يومين ثلاثة. أنا ما ينفعش كده. أنت بتحب جيهان من إمتى؟ إيه؟ بتحب مدام جيهان من إمتى؟ إيه؟ مستغرب ليه؟ مستغرب لأن الوحيد اللي كان عارف الحكاية دي هو الله يرحمه. بصراحة أنا مش فاهم يعني أنت ليه بيضحكك؟ جيهان سلامة. أنت مالكش غير جيهان سلامة وتحبها. مالها جيهان سلامة؟ أنا عايز أعرف حاجة واحدة بس. السودانية دي لو قشرناها هيبقى فيها ايه؟ جيجي. ما هو لا يمكن يبقى في مخ، ما هو لو في مخ عمرك ما هتقولي الكلام ده. يا اخي بحبها يا اخي. جيهان سلامة دي من تشدها يا نادر. دي تبلعك وتبلع 10 زيك، دي اخطبوط. مروا من فضلك ما تقولش على جيجي اخطبوط. هقول لك على حاجة. أنت عايز نصيحة أخ؟ يا ريت. فكك منها. ما اقدرش، ما اقدرش يا مروا. أنت عارف جيجي بالنسبة لي إيه؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ بص بص إيه ده؟ مروا! استعبط قول لي ايه؟ استعبط يا مروة.
مفيش اي دليل يثبت انها كانت متجوزه قبل كده. لا عقد جواز ولا اسم زوج في بطاقه الرقم القومي. حتى وصفتها في البطاقه انسه. يبقى كان جواز عرفي. اكيد. طب مفيش شكرا؟ اشتغل وانت ساكت. لا انا بحب اشتغل بمزاج على فكره. مزاج؟ مزاج ايه يالا؟ انت هنا عشان تنفذ اللي احنا عايزينه وخلاص. اولا انا مش ولا، ثانيا بقى انت كده مش اصلي. انت على ايه الادب؟ ايه؟ لا يا ادهم ما ينفعش انت تبقى غلطان. استنى يا حازم. استني هنا. لا بعيال. ايه رايك في جيهان؟ جيهان حاسه بنفسها قوي، ذكيه وشخصيتها اقوى من كل اللي حواليها. يعني حكايه الجواز دي بجد؟ ما كانتش بتكذب لما قالتها. ده اكيد. ادهم انا عارفه شغلي. ما يقدرش تتأكدي منها مرة تانية. اللي تشوفه. أدهم باشا. ده الفيلم اللي صوره نادر. جبت الفلاشة ليه؟ الفلاشة ما تنفعش. فين الفيديو الأصلي؟ يعني الواد مسك في الموبايل قال مش هستغنى عنه. قال أتمسك بحق القانوني. بعدين الأصل هيفرق أوي يعني؟ طبعًا الأصل هيفرق. الفيديو بيتغير فيه بيانات بعد النقل. خلاص. أنا هجيب لك الأصل. تمام يا حسن. الو ايوه اودي. طيب انا جاي لك. ماشي. مروه ما تنسيش اللي قلت لك عليه.